بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط لبرامج ومعاهد التربية الخاصة قسم الإعاقة الفكرية بمملكة العربية السعودية اليوم مادتنا الرياضيات للفصل الدراسي الثالث عنوان درس اليوم إثراءات في مادة الرياضيات سوف نتعلم ونراجع ما تعلمته خلال الفصل الدراسي الثالث قبل البدء مشاهدة دروسي التعليميه من خلال قنوات عين الفضائيه هناك تعليمات يجب ان التزم بها اختار المكان المناسب للتعلم عن بعد ويكون خاليا من الضجيج معرفه جدول واوقات التعلم المباشر وجهز الكتاب المدرسي وادوات التي احتاجها أستمع إلى الدرس بتركيز أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المحدد له اليوم سوف نراجع درسنا الأول في مادة الرياضيات للفصل الدراسي الثالث الفئات النقدية مئة وخمسمائة ريال الأهداف التعليمية التي سوف نحققها نهاية الدرس اليوم الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الفئات النقدية مئة وخمسمائة ريال الأهداف الخاصة رقم واحد أن يطابق الطالب والطالبة الفئات النقدية النقدية مئة وخمسمائة ريال بما يماثلها اثنان أن يسمي الطالب والطالبة الفئات النقدية مئة وخمسمائة ريال ثلاثة أن يستخرج الطالب والطالبة الفئات النقدية مئة وخمسمائة ريال أربعة أن يكون الطالب والطالبة الفئات النقدية مئة وخمسمائة ريال باستخدام الفئات خمسون ومئة ريال وآخر هدف أن يستخدم الطالب والطالبة الفئات النقدية مئة وخمسمائة ريال في البيع والشراء أستمع إلى قصة درسية اليوم ذهبت نورة إلى السوق لشراء الملابس ألاحظ هنا أرادت نورة أن تشتري فستان بسعر مئة ريال أعطت البائع فئة نقدية مئة ريال أريد أن أُسَمِّي الفئة النقدية التي شاهدتها بقصة درسي اليوم، ما هي الفئة النقدية؟ ما هي؟ أحسنتم، هي فئة المئة ريال، هي فئة المئة ريال، وهذه هي مئة ريال، أصف شكلها الخارجي، ما لونها؟ أحسنتم، لونها زهري، كتب عليها العدد مئة بالأسفل، ويوجد بها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأيضا يوجد بها صورة المسجد النبوي ويقع في المدينة المنورة وبالخلف يوجد ماذا الرقم باللغة الإنجليزية هذه هي صورة الفئة النقدية مئة ريال مئة ريال ووصفنا شكلها الخارجي أستمع الآن إلى نشاط آخر أراد فواز شراء كرسي بمبلغ خمسمائة ريال ما هي الفئة النقدية التي يحتاجها فواز لشراء الكرسي؟ هل يحتاج فواز إلى الفئة النقدية الأولى التي باللون الزهري أم يحتاج فواز إلى الفئة النقدية التي باللون الأزرق؟ سعر الكرسي كم؟ خمسمائة ريال، ما هي الفئة النقدية المطابقة للسعر خمسمائة ريال؟ أحسنتم، الفئة النقدية الثانية أسميها خمسمائة ريال، أريد أن أصف شكلها، ما لونها؟ وما هي الصوره الموجود عليها وما هو العدد الذي كتب بها لونها ازرق ممتاز لون الفئه النقديه خمسمائه ريال لونها ازرق يوجد بها صوره مؤسس المملكه العربيه السعوديه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود رحمه الله ويوجد ايضا بها صوره ماذا صورة الكعبة المشرفة الكعبة المشرفة تقع في مدينة مكة المكرمة وايضا يوجد بها ماذا يوجد بها رقم باللغة العربية وهو الرقم خمسمئة خمسمائة هذا هو الوصف الخارجي للفئة النقدية خمسمائة ريال تعرفت اليوم على وصف الفئات النقدية: مئة ريال وخمسمائة ريال، من الأكبر خمسمائة من مئة؟ أحسنتم، الأكبر خمسمائة ريال التي باللون الأزرق، سوف الآن نطبق ما تعلمته من هذه الفئات في هذا النشاط القادم، سمِ الفئات النقدية التي أمامي. من يسمي لي الفئة النقدية الأولى؟ من يسميها أحسنتم الفئة النقدية الأولى مئة ريال ممتاز مئة ريال الفئة النقدية الثانية ممتاز خمسمائة ريال ممتاز خمسمائة ريال أحرص دائما أبنائي وبناتي المحافظة على النقود عدم الكتابة عليها عدم تمزيقها احرص كذلك على حفظها لانها نعمه من نعم الله على عباده وكيف تدوم النعم لا بد من المحافظه عليها من شكر الله واعطائها للمحتاجين والفقراء لانها حق واجب على كل مسلم في هذا المال الان طابق الفئه النقديه مئه ريال بما يماثلها العمود الأول 100 ريال، نريد أن نطابقها أي من الفئات التي أمامنا تمثل 100 ريال؟ هل هي الصورة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ اختار. أحسنتم، الصورة الثانية، طابقنا الفئة النقدية 100 ريال بما يماثلها في العمود الآخر 100 ريال. الآن ننتقل إلى مهارة أخرى وهي ماذا؟ مهارة نقل ما تعلمته في حياتي اليومية. سعر باقة الورد هنا خمسمائة ريال، هنا خمسمائة ريال، ضع دائرة حول الفئة النقدية التي أحتاجها لشراء باقة الورد بسعر خمسمائة ريال، ما هي الفئة النقدية التي أحتاجها؟ هل أحتاج إلى الفئة النقدية الأولى أم الثانية؟ آم، الثالثة، ماذا أحتاج؟ ماذا أحتاج إلى أي فئة نقدية؟ أحسنتم، الفئة النقدية الثالثة، خمسمائة ريال، وهي التي باللون الأزرق، وهي أكبر فئة نقدية تعلمتها في درسي اليوم، انتهيت من هذا النشاط، وضعنا دائرة حول الفئة النقدية التي أحتاجها لشراء ماذا؟ باقة الورد بسعر خمسمائة ريال، الآن أختار الملابس التي تناسب الفئة النقدية، يوجد هنا فئة نقدية أسميها مئة ريال، ما هو الملبس الذي أشتري به هذه الفئة النقدية؟ هل أستطيع أن أشتري الصورة الأولى اثنا عشر ريال أم الصورة الثانية أربعة وستون ريال أم الصورة الثالثة مئة ريال أريد أن أختار هل أختار الصورة الأولى أحسنتم لا هل أختار الصورة الثانية بسعر اربعه وستون ريال هل تساوي الفئه النقديه مئه ريال احسنتم لا انظر الى الصوره الاخيره بسعر مئه ريال هل اختار الصوره الثالثه والاخيره نعم نختار الصوره الثالثه والاخيره وهي بسعر مئه ريال سعر الملبس هنا مئة ريال يساوي الفئة النقدية مئة ريال ماذا تعلمت اليوم؟ ماذا تعلمت اليوم؟ كم فئة نقدية تعلمنا اليوم؟ تعلمنا اليوم إلى فئتين نقديتين أسمي الأولى مئة ريال ممتاز مئة ريال أسمي الثانية خمسمائة ريال تعرفنا على شكلها الخارجي، وكذلك طابقنا الفئات النقدية بما يماثلها، وكذلك ماذا؟ استخدمناها من خلال حياتنا اليومية، وشراء الملابس والأغراض، بالسعر المناسب للفئة النقدية، وفي نهاية درسنا الجميل، أطلب منكم أبنائي وبناتي العمل على مشاهدة الحصص الدراسية اليومية التي تعرض من خلال قنوات عين من أجل تثبيت المهارات والأهداف الأساسية نقل أثر ما تعلمته ماذا تعلمت اليوم؟ تعلمنا على الفئات النقدية وكذلك على وصفها الخارجي كيف أفرق بينها؟ من الأكبر؟ أحسنتم الأكبر خمسمائة ما لونها؟ وماذا يوجد بها؟ الالتزام بالمراجعة اليومية كما فعلت اليوم، راجعنا الدرس الأول للكتاب المدرسي للفصل الدراسي الثالث لمادة الرياضيات، وكان عنوان درسي: الفئات النقدية 500 ريال و100 ريال، سوف نكمل مراجعة الدروس في الحصص القادمة إن شاء الله، شكراً جزيلاً أبنائي وبناتي، أترككم في رعاية الله.